في وقت تتعثر فيه منصة تويتر. وجه مارك زوكربيرغ ضربة أخرى إلى إيلون ماسك ليطلق خدمة ثريدز المصاحبة لإنستغرام التي تتحدى تويتر. الخطوة التي أقدم عليها مالك شركة ميتا من شأنها رفع المنافسة في فضاء منصات التواصل. فالتطبيق الجديد سجل 10 ملايين اشتراك في أول 6 ساعات من إطلاقه. فما الذي يميز ثريدز عن تويتر؟ ثريدز يشبه تويتر إلى حد بعيد، فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها بعدد أحرف يزيد عن 500، كما يشمل روابط وصورا ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق. يأتي هذا التنافس في وقت أجرى فيه مالك تويتر إيلون ماسك تغييرات كبرى خلفت استياء وغضبا على المنصة التي تضم حسابات سياسيين ونجوم ونشطاء، وذلك بعد أن استحوذ على منصة تويتر في صفقة بقيمة 44 مليون دولار. أول تلك الإجراءات كان إلغاء مجانية توثيق الحسابات، فرض رسوم اشتراك شهرية على مستخدمي المنصة للحصول على العلامة الزرقاء، فضلا عن الإجراءات الإدارية التي اتخذها بتقليص عدد موظفي الشركة وعمليات تسريح شملت مدراء تنفيذيين ومهندسين أثارت مخاوف بشأن استقرار المنصة. لكن آخر تلك القرارات كان وضع قيود على عدد التغريدات التي يمكن للحسابات المختلفة قراءتها يوميا، والمحددة في 10,000 تغريدة لدافعي الرسوم، 1,000 منشور لغير المشتركين، و500 تغريدة فقط للحسابات الجديدة.